هل نقل الدين يحتاج إلى معصوم؟ أنا سؤالي مو بهذا الموضوع، ممكن؟ يعني أنت حضرتك ضعيف في العصمة؟ ما لا لا عندك جواب على العصمة؟ لا لا، مو موضوع عن العصمة. لا، حضرتك ضعيف في العصمة، يعني ما تستطيع الإجابة على موضوع العصمة؟ أنا موضوع صعب، بس أسأل سؤال ممكن أو حضرتك لا. أنت ما عندك جواب على السؤال بتاعنا؟ تمام، ما قول عندي ما سؤال. تستحي، ما عندي جواب. لا لا لا، بس خل أخذ. أنا أساسا صعد على موضوع سؤال عندي، ممكن أو مو حضرتك ممكن. أنت، لا مش ممكن حضرتك، موضوعنا عن العصمة. تمام عادي، ما في مشكلة. بس ما فيش أي مشكلة، هو حد قال المشكلة؟ ما فيش مشكلة، اتفضل. بس هو سؤالي يخص العصمة، بس سؤال ما بيشي. لا حضرتك، احنا تجاوب على سؤالنا ممكن؟ لا أنت يعني سؤالك مثلا متأكد ان سؤالك يخص العصمة؟ اتفضل اطرحه، لو يخص العصمة اطرحه. شيخنا بس خل أخدمك. أنت موضوعك البث مالتك سؤال وجواب، صح؟ حضرتك اتفضل، لو سؤالك بيخص العصمة اتفضل. تمام. السؤال، هل عندكم يعني مذكور أن علي عليه السلام قسيم الجنة والنار ولا لا؟ لا لا. تمام زين، هذا قول الرسول. خلاص، قول انا قسيم الرسول الجنة، انا قسيم الجنة والنار، سيدنا موسى قسيم الجنة والنار، ثواني شيخ، وسيدنا ابي بكر الصديق قسيم الجنة والنار، لو هي بالمعنى لا لا فقسيم لا، الجنة والنار النبي صلى الله عليه وسلم. لو الرسول قال عنك او عن ابو بكر او عن اي شخص قسيم الجنة والنار، عادي يعني ايه ينفع. معناها قسيم؟ معلش عايز افهم، يعني ايه معناها قسيم الجنة والنار؟ زين، او رسول الله يا يراعك باشا معناه ايه قسيم الجنة والنار يا استاذ؟ يعني معنى ايه تمام. قسيم الجنة والنار؟ تمام انا جايك. ثواني، تمام. المنافق وين، بالجنة او بالنار؟ يا عم معناه ايه يعني قسيم الجنة؟ يعني واقف على باب الجنة، يدخل من شاء لا الجنة لا ويدخل لا من شاء حبيبي، النار. لا لا، بس اسمعني يا شيخ وليد، اسمعني. يا عم خلينا هو اخلص مو منك، واقف خلينا بالباب اخلص منك، خلينا اخلص منك. حضرتك بتسمع كلام قسيم الجنة والنار؟ يا حبيبي. انت ليش متجاوبني حضرتك على بتسمع سؤالي؟ كلامه؟ حضرتك بتسمع كلامه؟ قول انت لي ليش نعم ام متجاوبني لا. على سؤالي؟ يا عم ليش انزل متجاوبني على يا عم سؤالي؟ انزل يا عم انزل لا شوف انت، يا عم انزل يا عم يا عم انزل، مللنا من العبط، مللنا من الهبل. ولما تروح لهم لكلام قسيم الجنة والنار وتقول لهم انه اثبت الايمان لمعاوية وجيش معاوية، ما يردوا بكلمة كلام قسيم الجنة والنار، ما يرضوا بكلامه. عندما قال لا يستزيدهم في الايمان بالله واليوم الاخر، ولا يستزيدوننا والرب واحد والنبي واحد الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. قسيم الجنه والنار عندما سالوه عن الخوارج قالوا اهم كفار؟ قال من الكفر فروا. قسيم الجنه والنار قال حبيباي وعماي. قسيم الجنه والنار زوج بنته لعمر بن الخطاب. قسيم الجنه والنار سمى ابنه ابو بكر يعني بالكنيه، وسمى عمر وسمى عثمان. مش ده قسيم الجنة والنار؟ يعني منهم هيدخلهم الجنة ولا هيدخلهم النار؟ ما لو عايز يدخلهم النار ما كانش ده، ما كانش بتاع دوت، ما كانش جوز بنته لعمر بن الخطاب. ولو عايز يدخلهم النار ما كانش سمى ابنه عمر ولا سمى ابنه ابو بكر ولا سمى ابنه عثمان. مش هو ده قسيم الجنة والنار؟ ولا قسيم الجنة والنار في حاجات حاجات بس؟ اسمه لقبه خلاص. الله المستعان. سي و تفضل يا السلام حكيم. عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخو وليد، كيفك؟ والله بخير حال الحمد لله. اخ وليد، والله مدة انا باغي نتحدث معك في موضوع. انا حقيقة من الجزائر، ولست شيعيا ولست سنيا بكلتا الحالتين. انا اميل للحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتزل تلك الفرق كلها، واكن لك احتراما كثيرا، اكن لك احتراما وحب في قلبي. حقيقة والله العظيم، حقيقة اكن لك حب في قلبي، مما فتح الله عليك به من علم ومحاورتك للشيعة. ولكن كنت اريد ان اتواصل معك، كان اولى بك، اولى بك، والله اعلم. انا مجرد رأي،
كان أولى بك عند إذا أرجعت شيعيا، إذا أردت أن ترجع شيعيا إلى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ألا ترجعه إلى فرقة ما تنسبه مثلا إلى سنة أو سلفي أو إخواني أو ترجع. أنا عمري ما قلت سلفي، يعني أنا ما خلينا أهل السنة يا جماعة معناها للتمييز. بمعنى إيه؟ مش بميز نفسي، تمييز بين الأسماء زي المرجئة والخوارج إلى آخره، تمام؟ كلها فرق، هي حقيقة زي النبي صلى الله عليه وسلم، زي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسمي المهاجرون بالمهاجرون والأنصار بالأنصار للتمييز. فأنا دلوقتي أنا هتعرف منين إن أنا لست مرجئ ولست خارجي ولست ولست ولست، هتعرف منين؟ تكتفي أخي أخي وليد، إذا اكتفينا بك، لو مسلم، لو قلت أنا مسلم فهو خارجي يقول نفسه مسلم، صح ولا صح؟ هو السلفي كذلك والسني كذلك. طيب سلفي تابع للسلف، وحتى كلمة السلف أيضا لتمييز. يعني مثلا إحنا عندنا في مصر مثلا كان عندنا جماعة التكفير والهجرة، وكان عندنا جماعات كثيرة، واخد بالك؟ فلا مسألة عشان تميز نفسك من ما بينهم، لأن أنت لو قلت مسلم هو بيقول أنا مسلم، صح ولا صح؟ يوسف على حسابنا على الله، ولكن أخي وليد لما يقول أنت في الآخر، أنت في الآخر أنت بتتبع إيه؟ مش بتتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه صلوات الله. بتاخده منين؟ من السنة، من هديه. منين؟ منين؟ من أي كتب؟ أي كتب السنة المعترف بها الست مثلا. برضه نفس إحنا، نفس الشيء إحنا ما في اختلاف ما بيننا وما بين بعض. لا لا هم شو الاختلاف، والاختلاف للأرجح. أنا قلت إن كان من الأرجح أن الإنسان إذا حاور مسلما، حتى الشيعة مسلمين يا أخي والدي، ولا لا؟ لا سيبك من موضوع الشيعة دلوقتي، مش هنتكلم في مسلمين ومش مسلمين، خلينا نتكلم في العام. في العام حقيقة شوف، حد احنا نقول الإنسان لما مثلا سلف، إذا حاورت سلفيا ويقول لك أنا سلفي وأنا على أهل هدي النبي محمد والجماعة والإخوان كذلك، فأين الخطأ؟ بص يا أستاذ، أنت دلوقتي لما بتقول سلفي أو بتقول سني، نفس المنبع اللي أنت بتاخد منه إحنا بناخد منه. يعني إحنا مثلا كمثلا سلفية من أهل السنة والجماعة، مالي كتب معينة باخد منها، مالي منهج معين باخد منه، أنا عمدتي الصحيح من كل المذاهب، عمدتي الصحيح الصحيح، بارك الله فيك، كل المذاهب دي العمدة عمدي. حتى الشيعة، يعني حتى أنا لا الشيعة عندهم صحيح، حتى الشيعة عندهم صحيح. ما هو الصحيح اللي عنده دوت حضرتك، الصحيح اللي عنده ده هل يتوافق مع القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة؟ لو توافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ما فيش عندي إشكال إن أنا أخذ منه. لا ناش إشكال، بارك الله فيك، هذا هو قصدي، هذا هو قصدي، أنا ما عندي أي إشكال. وإلا أنت لو حضرت حضرتك النصوص عندي في اليوتيوب، لما باجي أقرأ، أما باجي أقرأ من كتب الشيعة وبلاقي رواية أقول والله هذه الرواية خارجة من مشكات النبوة. سبحان الله، عندهم حقيقة، عندهم بعد الرواية عن الإمام علي. طيب ما في مشكلة، والرواية اللي خارجة من مشكات النبوة تلاقي لها أصل في كتب أهل السنة والجماعة. حقيقة عندها أصل، عندها أصل في كتب السنة حقيقة، لابد لها أصل. طيب احنا ما عندنا أي إشكالية أن أنا أخذ الصحيح من أي مذهب طالما يتوافق مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا يخالف العقل والمنطق. خلاص، فخلاص المسألة عندي بسيطة جدا جدا جدا. أخي وليد أنا أحب كلمة المسلم كما سمانا الله. يا سيدي أنا مسلم والله، وأنت مسلم، وأنت فكر إن أنت لما تقول أنا مسلم لست بسلفي ولست بأشعري ولست بسني ولست بشيعي، هل أنا حكرهك مثلا؟ والله ما أكرهك معايا، والله ما أكرهك، طالما أنت تسير على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يا مرحب وأهلا، ولو كنت في مصر أزورك وتزورني كمان. سمعتني؟ اسمحك جاتني مكالمة أخي وليد، ما سمعته. ماشي، أنا ما سمعتك، هل أنت تفكر أن أنا حكره أن أنت تكون مسلم؟ والله أبدا. يعني انت لما تقول لي انا مش سلفي وانا مش سني وانا مش شيعي وانا اتبع القران واتبع الصحيح من المذاهب، هل انا حكرهك؟ مش حكرهك، بل بالعكس انت اخويا وحبيبي،
ولو انت في مصر هزورك وتزورني. لسه من مصر، انا في الجزائر. ممكن وانا والله يعني بقول لك لو انت في مصر، لو انت في مصر بقول لك لو انت في مصر. وبعدين انا بحب اهل الجزائر على فكره، والمغرب وتونس وكل البلاد العربيه. انا فان ما كان المسلم نحبه، هذا ما عنديش تفريقه في هذا بين بس الله المستعان. احنا ما عندناش، بص ما عندناش اشكاليه. انا اللي يهمني ان انت تكون انسان مسلم طائع لله عز وجل، تمثل الاسلام بخلقك وخلاص عليك، تصلي صلاتك، تصوم صيامك، وانت مالك. طب لو ابتعدت عن المسائل الاسماء والصفات وابتعدت عن كذا وابتعدت كذا، يا عم هو ده الاسلام. الاسلام مش علم كلام، الاسلام ان عليك واجبات وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه، خلاص انت كده بقيت مسلم. ومن باب النصح اخي ولي، من باب النصح لعدم التفرقه بين المسلمين، من باب النصح، الا يجوز لنا ان ننصح للمسلمين بعدم التفرق بينهم نسبه للكتاب والسنه كما امرنا النبي عليه الصلاه والسلام والله سبحانه وتعالى. طب انت دلوقتي ماشي، انا معاك وموافق. انت دلوقتي لو لقيت احد الذين يسمون باسم الاسلام يفعل بدعه، المطلوب منك انت ايه؟ تنصح له. ما هو ده اللي احنا بنعمله، ما ده اللي احنا بنعمله. لما تاتي طائفه وتكفر جميع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وتصنع من البدع ما الله عز وجل به عليه، فلازم احنا كدعاه عارفين الحق من الباطل نطلع نرشدهم الى ايه؟ الى الخير. نقول له الى الخير، بدعه نرشدهم الى الخير. اخي ولي طيب. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لا انا لا اطعن، لا اطعن في مصداقيه دعواك الى الخير، لا اطعن فيها حقيقه، ولو كنت كذلك لما تكلمت معك. ولكن ولكن كان الاولى ان كما نقول كما يقال ان ناخذ بالشيعه مثلا، اذا اخرجناهم من الحلق الضيق التشيع اللي عندي الى الاسلام مباشره بدون تمييز فرقه ما المسلمين. لا خطر حتى هل انا يا استاذ، انا هل انا لما بيجي شيعي بأسلم بقول له تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان السلفيه على حق؟ يا اخي انا بقول له قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اللهم اني ابرأ اليك من الشرك، اللهم اني ابرأ اليك من قولي بتحريف القران وكذا. لا يا شيخ، لا والله لا ده، لا لا ليس ذاك، ليس ذاك. حتى الشيعه لا استطيع ان اقول لهم انطق بالشهاده، خاطرهم مسلمين. حتى الشيعه يقول يا استاذ، من يقول بتحريف القران ليس بمسلم. من يطعن في الناقل طعن في النقل طعن في المنقول، يعني الطعن في نقلة النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في المنقول. هي حقيقة وطعن في النبي. أنا بيجي لي ناس شيعة يقول لي أنا لا أسب الصحابة ولا أسب أمهات المؤمنين ولا أطعن في القرآن الكريم، هل أنا كده مسلم؟ أقول له أنت مسلم. لكن لما يجي لي واحد، ما يجي لي شيعي بيطعن في جميع الصحابة وبيسب أمهات المؤمنين ويطعن فيهم والعياذ بالله بالزنا، واخد بالك؟ ويتهم كبار الصحابه بما ليس فيهم، ويقول بتحريف القران، ويدعو الله، يدعو غير الله عز وجل كعلي وفاطمه والحسن والحسين الى اخره، ده يبقى مسلم ازاي؟ هذا شيء مفروغ منه اخي ولد. بتكلم عشان كده، انا بتكلم على كده، انا بتكلم على كده. انا اتمنى لك الخير، اتمنى لك الخير واعانك الله على ما انت عليه من الخير. اللهم واشكرك على سعه صدرك، اشكرك على سعه صدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامه.